خير في مشكلة تالا خانو؟ قلتي في مشكلة؟ عم تسألي إذا في مشكلة؟ مبين من عندك كأنه ما في مشاكل بالمرة؟ أنو مشاكل ولو؟ كل شي منيح وعال العال. ممكن يكون الوضع هيك بالنسبة إلك، تعي وسأليني إلي عن حالي. سألتك بس إذا بتحبي بعيد، شو المشكلة؟ كثير اتصلوا فيني من تليفونات المجلات والجرايد اللي رح ننشر عندهم الإعلام بكرة، وطبعا هن عم يضلوا يسألوني إمتى رح يكون الإعلام بإيدهم، وجواب هالسؤال هو عن شخص واحد هو بس اللي بيعرفه. وهالشخص لما يكون معصب كل هالقد، مجرد اني فكر وصل له هالسؤال مثل ما هو، تخيلي شو رح يعمل فينا وقتها. مو انت حتوصلي له السؤال لإله، لانه انا حوصله. حلو، ممتاز، حلتها. يو، ادخل. بعرف انه هالتوقيت مو منيح، بس مجبورة اسأل. الجرايد والمجلات عم يتصوا، بدهم يعرفوا امتى رح يكون الاعلام بين ايديهم. انا ما عندي معلومات بهالخصوص، عم تسألي الشخص الغلط. ابراهيم بيك ما قدم لكم شرح عن الموضوع؟ ما قدر يقدم مع الاسف. شو يعني هالحكي؟ لانه حضرته ما عم بيرد على موبايله. وليش ما عم يرد على موبايله؟ طلع من الشركة ولهلأ ما رجع، ما قال لوين رايح ولا حتى هو إمتى ممكن يرجع، وموبايله مغلق. شي حلو، حلو كتير. هيك لك، بكرة عنا يوم افتتاحية وابراهيم بيك بيترك الشركة وبيمشي من غير ما يقول أو يترك خبر. هذا اللي ناقص، كتير منيح. بس بتعرفي ما لازم نتفاجأ أبدا من هالزلمة. واحد بيترك عيلته لسنة ونص كاملين بدون ما حدا يعرف، بقى بدك ياه ما يتركنا إلنا؟ يمكن راح لحتى يشتغل، يمكن بده يدبر حل هالمشكلة. يمكن؟ يمكن ما فيني اعتمد عليها. عكلا انت برأيك انه الشهر مهلة كافية لتعرفي حدا. ممكن برر موضوع الشهر؟ حياة، مو مضطرة تبرر. اشتغلي شغلك وبس، وأنا كمان مثلك، لازم نتحمل المسؤولية.